أنسسني بشر ولم أك بغية إلى آخر الآيات. أيضا شوف، وراودته مع يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تهيأت لك. قال شوف، شوف الأدب، شوف الطهر، شوف النقاء، وقالت هيت لك. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف القرآن بيصرف السوء والفحشاء، كلام ربنا هو، ويقول لك إنه محمد زنى بماريا. أيضا إما تنظر إلى قول وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا إلى آخر الآية. أيضا شوف بقى بالنسبة حتى الرمي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا شوف يعني ما انظر لأي آية قرآنية في هذا المحك، يعني عجيب. إنما لو جت تنظر فيما عنده الآن أقسم بالله لا أستطيع أن أذكر لفظة أمام الجمهور، أمام الجمهور أستحي، أستحي من ذاتي ومن أولادي ومن آلي، لأن الكتابة ستسمع منه الآن البعض على لسان محمد. على ما محمد يجهز لنا يعني بعض ال ارجع للاول في حته الفرج وسخره من النبي. تمام تمام. شوف يا استاذ شوف يقول لك ايه، محمد على سيدنا محمد، محمد الكلمه مش عايز انطقها عيب، وقعد يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي كلمه ايه، الفرج، الفرج، خدت بالك ازاي؟ وكلمه نكاح، قال الكلمه دي واستظرف. راجل بلغ 76 داخل 77 سنه واستظرف ويقول لك كذا. طب اسمع، هو بيقول لك الفرج دي يذكرها، ده نبي، ده كذا، وقام سبب النبي صلى الله عليه وسلم. اقول له هو بيقول لك عمل بقى، طبعا هم حاطين قدام المونيتور وقاعد يقرا منه. شوف بيقول ايه، بيقول كلمه فرج وردت في القران والسنه 3132 مره. انا بقول له تعالى بقى يا زكزيكو، تعالى بقى عشان افهمك يا زكزيكو، والله لن تفهم حاجه في القران ولا في غير القران، بس اسمع ازاي جاب النتيجه دي يا استاذ اشرف. هو عمل ايه؟ كلمة البحث كما تعلم فرجا، ويقوم بحث عنه. طيب لما بحث بيطلع له كل ما يمس اي حرف من ثلاثة كما تعلم. ولذلك اهل العلم يقولون بالنسبة لهذا، هذا لا يستدل به على الاطلاق لانه يخرج عن المعاني والالفاظ حتى عن صيغة اللفظة وعن صورة اللفظ. لكن هو ده عمله اللي هو التدليس مقابل كده. ما هو معتمد على عم جوجل. انا هديك بقى، شوف اسمع معايا عشان نشوف الكلمات دي بتيجي بشكل ايه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ايه هم في الحديث اللي هو استدل بهم في بعض حلقاته، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. ده عند احمد وفي سنده ضعف، لكن الصحيح عندنا اهو. شوف النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. قال لك الفرج فرج، ده الفرج يا راجل، الفرج شكله بالمعرفه، الفرج الفرج. ده اللي ببين لك الراجل ده عجيب، زي ما يقول لك في قال الشوكاني شكيت في اسنانك، مش عايز اغلط والله، شوكاني شوكاني. انا اسف مش هغلط بعد اذنك. طيب نسب في النبي، نستقبل اتصال تليفوني ونكمل مع حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ام جلال. ام جلال. وعليكم السلام ورحمه الله. سامحني سبت رسولنا، سامحني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معقول يسب الرسول بتاعنا؟ معقوله؟ القبيح الخنزير الحين عاملوا فيهم الاسلام، الحين ساعدوا فيهم المسيحيين، والهيكي هيكي عامل فينا القسيس الكلب الخنزير الواطي الحقير يتكلم على رسول الله، الكلب الواطي الخنزير يتكلم على رسول الله المنفخ الحقير. سامحني فضيله الشيخ، سامحني اتكلم في الاسلوب هذا. كيف الاسلام معقول يتكلموا معاهم ويحضنوا فيهم ويضبطوا فيهم؟ معقول الاسلام هيكي رسول يتسوي هيكي؟ معقول رسول هيكي يتسب؟ الحقراء والقنوات العربية والقنوات المصرية معقولة؟ معقول تاني يحكم عليه بالاعدام؟ فتفيت يا فضيلة الشيخ، فتفيت. هذا يعني مرة كنت تقول لك روح نخش نخش لغادي فجرة هيك الفجرة ناكل الكلب يذب الرسول المصمت الحقير الواطي الخنزير هذا. جزاكم الله خيرا الحاجة أم جلال. يعني
مشاعر. دعني اكمل مثلا مشاعر هرب ومن مشاعر. اتفضل. طيب بعد ذلك يبقى ادي الصوره يا استاذ اشرف. ايضا لما اقول نصر مع صبر وفرج مع الكرب طبعا روى انس بن مالك السلسله الصحيحه 2382. طب جه عند كل ابن ادم اصاب من الزنا لا محاله، فالعين زناها النظر واليد زناها اللمس والنفس تهوى الى اخره. شوف ويصدق ذلك او يكذبه الفرج، طبعا حدث ورد في الصحيحين وكذا الى اخره ونفس صحيح الجامع اللفظه دي. فيقول لك ايه الفرج، يقول لك اهو كلمه عيب لكيت الله اكبر الله اكبر. انا باين لك ايه صور الالفاظ. يجي جي عند مثلا ايه اياكم والفرج، يعني في الصلاه قال لك الفرج حتى في الصلاه يقصد يعني في الصلاه ضمها للبحث بتاعه ده الفرج، ما يبقاش بيني وبين اللي جنبي فرجه للشيطان تتسع لدخولي. فانا بوريك الصور بس. شوف ولا شك ان كل كلمه تختلف في المعنى حسب وجودها فيها استاذ اشرف. يعني مثلا هناك كلمات اخرى تضم جزءا من الكلمات ايه في البحث دي، فرجع اهي جمعتها لك فرجل، وايضا فرجل وفرجل وفرجعت وفي فرج وفي فرجمها. خدت بال حضرتك ازاي ضمن النتائج بالنسبه للسنه المطهره؟ بالنسبه للقران بقى تعالى نشوف الالفاظ اللي ورده فيه اهي، والتي احصنت فرجها. طيب تعالى معايا لايه ثانيه اهي، التي احصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون. شوف يا أستاذني كل الآيات تدعو لحفظ الفروج وصيانة الأعراض ومدح من يفعل هذا بالأجر العظيم يوم القيامة من رب العالمين. أي طهر أعظم من ذلك؟ ثم يأتي هذا ثم يسب محمدا صلى الله عليه وسلم ويتهم اللفظة بكذا. ولننظر معنى كلمة الفرج في لسان العربي يا أستاذ أشرف. طبعا الفرج بالتسكين على الراء هكذا الخلل بين الشيئين، بين وبين اللي جنب مني فيه خلاص هذا يطلق عليه. خدت حضرتك ازاي؟ والجمع فروج وسد فروجهم، وايضا واجدع فروجهم ما بين قوائمه، سد فروجه اي ملأ قوائمه عدوا كان العدو سد فروجه وملأها. شوف يا سيدي والفرجه والفرجه كالفرج، وقيل الفرجه الخصاصه بين الشيئين. لو حتى اجيب لك هنا الكلام والفرجه او فرجه الحائط وما اشبهه، اذا كل لفظه انا مش عايز اضيع وقت المشاهدين بس في المصطلحات اللغويه. احنا بنأصل الكلمه لغويا ولكن بأصلها في الشرع. يعني حديث النبي في صلاه الجماعه، حديث صحيح طبعا، اللي بيقول ولا تذروا يعني ما تتركوا فرجات الشيطان، يعني لا تتركوا فرجه للشيطان اللي خلاني بقى فرج. وحتى لو لفظه الفرج ايه اللي فيها؟ الله تعالى معاي، الكلمه معروفه عند العرب ويعني متعددة الاستخدامات. شوف لما ربنا يقول ايه مثلا، افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من ايه من فروج، اللي هي الشقوق يا استاذ اشرف وما شابه ذلك او التصدعات. ما في هذا الرجل عجيب. طب اسمع انا اقول حته واحده بعد اذنك، هقول له يا قم الزكريا بكل ادب اهو، يا قم الزكريا في سفر حزقيال، سفر ايه يا استاذ اشرف؟ حزقيال، حزقيال 16 العدد 26 ترجمة الرهبانية اليسوعية. في رأس كل طريق بنيت مرتفعا وقبحت جمالك وفرجت رجليك لكل عابر. أنا عايز أعرف يعني إيه فرج رجليه أو فرج تم تفريج الرجلين لكل عابر. شوف وأكترث فواحشك. أنا عايزك تجيب يا أستاذ محمد النص، نص 16 26 بيتكلم. هو زكريا بطرس في الحلقه قال ان كلمه فرج مش موجوده في الكتاب المقدس بالعهدين، موجوده في قال ده كتابنا ما يرضاش يجيب البذاءات ولا الوسخات دي ابدا. لا عندهم جيبوا انتقلوا اهو. وانا قلت سفر حزقيال لو هي لو هي كلمه الفرج كانت بذاءات ووسخات ده طبقا لرايه، لكن هي بالنسبه لنا احنا كلمه طاهره وكلمه نقيه، كلمه طاهره وكما قلت لا نخجل من ذكرها، لا نخجل من ذكرها. بس عايز ابين له بس اصل لك انا بقرا في الاسلام من 50 سنه، انا ببين له ورب انت لا قرأت حتى الكتاب المقدس ولا قرأت أي حاجة في دين الإسلام. حزقيال 16 25. أنا عايز الأول الطبعة أهي الكتاب المقدس بتاع زكريا أهو 16 25. شوف يا أستاذ أشرف أهو، رأس كل طريق بنيت مرتفعك وقبحت جمالك وفرجت رجليك. دي اللي عيب اللي عندنا مش عيب، دي اللي كلمة عيب يعني في الشرع والعياذ بالله كل اللي أهو. وفرجت رجليك لكل عابر. شوف وأكترث فواحشك وزينت مع بني مصر جيرانك الغلاظ البدن وأكثرت فواحشك لتسقطيني فأنا ذا قد مددت يدي عليك إلى آخره. ده العيب ولا مش العيب؟ يا زكريا أنت من تعرف أي حاجة لا في كتابك ولا عندنا. شيخنا يعني القرآن العظيم
يعني حتى لما بيجي يتناول زي ما حضرتك قرات مجموعه من الايات القرانيه، لما بيجي يتناول حتى الجماع، حتى الزواج، يا سلام على الطب، موضوع التوريه النور. وموضوع يعني افضى بعضكم الى بعض، يعني ايه الالفاظ ديت وايه الرقي في هذه الالفاظ مقارنه صحيح برضو حتى حضرتك اشرت الموضوع الممسه والملامسه، يعني طب تعال ولم يمسسني ولم يمسسني بشر، شوف اللفظه، شوف الجمال والطب. تعال بقى بقول كلمه النكاح وردت عندهم، شوف في القران والسنه وكتب التراث وردت قد ايه.